كملنا الثيازايد واللوب دايوريتيك، وكملنا البوتاسيوم سبيرينج دايوريتكس، وحكينا الفرق بالنسبة لهم بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن. اهم شيء بالنسبة للالكترولايت، مين بيعمل هايبو مين بيعمل هايبر، استخداماتهم معظمهم كانوا للكارديوفاسكولار او للهايبرتنشن او للايديما. هلا نادر ما بنستخدم السترونج دايوريتكس مثلا فور جلوكوما او للاشياء البسيطه مثل المناير، ممكن نستخدم منها كمان اشياء تانية زي محاضره اليوم. هلا محاضره اليوم رح نناقش المجموعتين الثانيات اللي ضلوا اللي هم الكاربونيك انهيدريز دايوريتك، ورح نناقش الاوزموتيك دايوريتك، وبعدين نشوف لمحه عن نيفروجينيك دايابيتس انسيبيداس والنون ابروبريت سيندروم اوف انتي دايوريتك. طبعا الفرق بيناتهم واحد بيزيد واحد بيقلل الاي دي اتش، واستخدام شيء اسمه الفورس دايوريسيس بالكلينيكال. في شيء اسمه الفورس دايوريسيس، متى راح استخدمه واي حالات التوكسيسيتي وكيف البروتوكول لاستخدامه. نبدا بسم الله. هلا الكاربونيك انهيدريز انهيبيتور، اذا بتتذكروا بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز كتبت لكم شيء اسمه كاربونيك انهيدريز انهيبيتور. هلا معروف انه المعادله كتبتها هون CO2 مع H2O need carbonic anhydrase to be converted to H2CO2 and then HCO3 will be immediately in balance. طبعا هو بيكون غير مستقر بتحول لل H زائد HCO3 minus. اذا انا طبيعه هذا this is the normal thing that happened inside the proximal convoluted tubules. هلا this group of diuretics will inhibit carbonic anhydrase, so it will prevent HCO3 to be formulated. هلا شوف وظيفة ال HCO3 minus بالبروكسيمال، في عنا channel عم بتطلع ال H لبرا وبتحتفظ بال بتطلع ال HCO3 minus على شكل NaHCO3 sodium bicarbonates. إذا اللي أنا الآن بتحتفظ فيها NaHCO3 وبتطلع ال H. طيب نيجي هون. هلا مين المجموعة هاي؟ المجموعة هاي أول إشي في عندنا دويين، الدواء الأول اللي نزل أستيلزولاميد والميثازولاميد، هذا الجديد. إيش استخداماتهم؟ هلا هم بالنسبة لهم ويك دايوريتكس، كانت بي يوز فور اللي هي هايبرتنشن. فمن الآن نتفق إنه الكربونيك أنهيدريز إنهيبيتر ما عمرنا ذكرناه في الكارديوفاسكولار لأنه هو ويك دايوريتكس. إذا هو استخدامه أكثر للحالات مثل الأكيوت، مش مكتوبة ممكن بالسلايد، أكيوت ماونتن سيندروم اللي هي الارتفاعات العالية بيصير فيها، هلا بنحكي شو بيصير فيها الهايبر كاربونيك وإيش بيصير في الريسبيراتوري أسيدوسيس. هلا الحالات هاي نيجي نحكي ميكانيزم اوف اكشن. رمضان واحد مش عارف يحكي صراحه. اول شيء الميكانيزم اوف اكشن حكينا اعتمادنا على الانزيم اسمه الكاربونيك انهيدريز، فبالتالي this drug it inhibits the conversion of CO2 and H2O to H2CO3. ماشي، وين هاي بتصير؟ في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. طبعا لما انا يقل عندي ال HCO3، ال HCO3 دائما بلحقها ال NA، دائما ال NA. اذا انا ما تكون عندي ال HCO3 وبالتالي ال NaHCO3 ما تكونت، فبقلل ال absorption of sodium and HCO3 minus. طيب اذا ايش معناها؟ انه انا ما قلل ال absorption، اذا طلعت معي عمل diuresis، اذا طلع ال NaHCO3 واحتفظ عندي بالاتش، احتفظ عندي بالاتش، اذا شو عمل لي هو؟ ايش عمل هو بالنسبه له للاتش؟ ظلت موجوده في البلازما فبيعمل شيء اسمه الميتابوليك اسيدوسيس. هلا بالنسبه للكاربونيك انهيدريز كدواء نفسه بيشتغل تقريبا بغير البي اتش اوف يورين اند بلازما within 30 minutes، فيعتبر هو كمان يستخدم في حالات اللي هي respiratory acidosis and metabolic اللي هي alkalosis، عشان أكون مركزة. والشغلة الثانية حكينا هو بيزيد الacidity of اللي هي pH.
بيقلل البي اتش اوف وات اوف بلازما، يعني بيزيد الاسيديتي اوف بلازما وبيقلل الاسيديتي اوف يورين. اوكي، اذا الكونترا انديكيشن راح تكون الميتابوليك اسيدوسيس. اذا الان اتفقنا هو بيعمل اسيدوسيس في البلازما، اذا ما بنقدر نعطيها اذا البي اتش اقل من 7.35. او كمان كان عندي اللي هي بيزيد الالكالينيتي او بيزيد البي اتش لليورين. فاذا البيشنت عنده ريسك انه يكون عنده ستون، this stone formation mostly oxalate stone, it will be formed more during or if the urine is alkaline. إذن ممنوع أعطيه الميتابوليك أسيدوسيس أو يورين ألكالوسيس، هاي الحالات الممنوعة. استخدامه راح يكون العكس. هلا أنا أكثر استخدام لإله هو الجلوكوما، لأنه هو راح يقلل أكثر إشي ال حكينا الـ HCO3 formation in the aqueous humor، راح يقلل تكوينها في العين، وبالتالي هو ما راح يلحقها الصوديوم. إذن كأنه هو بيقلل الـ intraocular pressure. إذن استخدامها معظم الحالات اللي هي تستخدم للعين اللي هي تقليل ضغط العين. هلأ إذا أنا بدي أعمل alkalinization لليورين، تذكروا في بعض الأدوية إذا أنا تسممت في مادة أسيد كان عندنا مبدأ إنه أزيد الالكالينيتي of urine. هلأ مثلاً الأسبرين it will be non-ionized in alkaline يورين. فإذا بدي أزيد الالكالينيتي أو البيسيسيتي أو القاعدية تبعت اليورين، ممكن أستخدم الكاربونيك أنهيدريز إنهيبيتر حتى أزيد التخلص أو أتخلص من المواد السامة. إذا أخذت overdose of acidic drug، يعني إذا أخذت overdose of aspirin، الأسبرين راح يطلع في اليورين، فعشان أطلعه أكتر لازم يكون اليورين الكالين عشان يصير ان اللي هي يتحول من ان ايونايزد لل ايونايزد فورم ويصير سولابل وبولر كومباوند. اذا الان الكربونيك انهيدريز انهيبيتر كان استخدامه الامثل فقط للجلوكوما، وفي بعض الحالات اذا انا بدي اعمل زي ما حكيت ايش اذا بدي ازيد الالكالينيتي اوف يورين. هلا بالنسبه للكونترا انديكيشن ونلاحظها هي مهمه جدا، انه هو الهيباتيك سيروسيس. ليش؟ حدا عنده فكره شو بيصير بالهيباتيك سيروسيس؟ شو الماده اللي بتزيد اثناء اللي هي تشمع الكبد؟ في ماده معينه عادي بايلروبين غير البيلروبين، في ماده ثانيه قاعديه اللي هي الأمونيا. هلا الأمونيا المشكلة فيها تتحول للان اتش 4 بالبيس بالاستيك ميديا، وبزيد دخولها للبرين. الأمونيا إذا دخلت البرين بتعمل إشي بالهيباتيك سيروسيس اسمه اللي هي الانسيفالوباثي، اللي هي انسيفالوباثي بتصير عنده هالوسينيشن عم تدخل على للبرين. فالأسيتيلزولاميد إنه بتزيد دخول مادة الأمونيا للبرين وبتزيد الإنسفالوباثي، فبالتالي هي كونترا إنديكيشن لازم يقيس أنزيمات الكبد يكون عندي فري أوف ذس. ذس إز توتالي كونترا إنديكيشن، مش بستيك وذ كوجن يعني. أوكي، هي الحالة هاي الوحيدة اللي لازم ننتبه لها. هلا بالنسبة للأزموتيك إيجنت مبدأه كمان بسيط، ذس إز ويك، أنا بحكي عن اثنين عبارة عن weak agents, weak diuretic، وما بيعتمدوا على الصوديوم أكثر، يعني بيعتمدوا على ميكانيزم مختلفة عن المجموعات السابقة. هلا الأزموتيك you know that water move from the low concentration of salt to يعني from hypotonic solution to hypertonic solution. This is known information. هلا المعلومة هاي ننطبقها على كل مكان فيه إديما. لما نحكي osmotic agent هم بتكونوا من molecules that is easily filtered anywhere and مثلا لما نحكي عن المانيتول، الجليسرين، اليوريا، مادة اليوريا مش المادة تامي فيها اليوريا synthetic يوريا أو hypertonic saline. هلا هاي المواد كلها لما توصل لعند الكدني راح يصير لها filtration، إذا راح تطلع باليورين، إذا راح يعمل لليورين hyperosmolar، يعمل لي hyper تونيك. فالماء بالنسبة للووتر during the aquaporine channel راح ينتقل من اللور concentration اللي صار بالنسبة لإنه هو البلازما
to the hypertonic solution أو الميديا اللي صار بالنسبة إلنا اليورين. إذا فكرتها إنه هو بيكون totally filtered in the urine لأنه هاي المواد حكينا small particle size تعتمد على الفلتريشن فبتطلع باليورين تعمل اليورين هايبر اسمولر فبينتقل الماء من البلازما to the urine. إذا هي شغلها diuretics. دايوريتيك. هلا بالنسبه لها المانيتول ما بتعتمد على يعني طبعا هو لما نحكي المحصله النهائيه راح يطلع الووتر فما راح يصير يعني طبعا الووتر هون ما راح يعتمد على انتقال الالكترولايت يعني هو اكثر شيء راح يعتمد على اللي هي حركه الماء فقط طبعا بالنتيجه ما في صوديوم راح يصير لها ريابزوربشن راح تضلها موجوده يعني هذا كله راح يتوقف هلا المانيتول ايش استخداماته اللي حكينا بالنسبه لاول شيء استخداماته في الجلوكوما بيشبه تقريبا يعني هو اول استخدام له هلا بالنسبه للاكيوت رينال فيلر في الاكيوت رينال فيلر يا جماعه ما بنقدر نستخدم الا الفروسيمايت بيظل بيحتفظ بالبوتنسي ممكن استخدم الثيازايت صحيح بيقل افكاسي بس لنا مبدا ثاني رح نحكي عنه وممكن نستخدم المانيتول هون المانيتول معنى كلمه اكيوت رينال فيلر انه ما عنده يورين اوتبوت او ديسيوريا او انيوريا يعني ما في يوريا بالمره اليورين اوتبوت قليل جدا اقل من 200 ملي بير دي هلا المفروض يكون 1200 ml أو 1 لتر على الأقل بيرده أنتوا بتعرفوا فبتكون اليورين أوتبوت قليلة جدا فممكن نستخدم المانيتول في حالة الأكيوت رينال فيلر أو فور بروفيلاكس أو فور تريتمنت حتى تزيد اليورين أوتبوت اثنين اللي هي أكثر استخدامه اللي هو تقليل الانترا كرانيال والانترا أوكيولار بريشر في حالات السيريبرال إيديما في حالات الانترا أوكيولار بريشر يستخدم لتقليل ضغط العين أو اللي هي السيريبرال إديما. هلأ هون ما رح يصير رح يصير فيها سيركوليشن في البلازما في الدم وهو بيكون في الدم رح يكون هايبر إزمولر فرح يسحب السوائل الموجودة في العين أو السوائل الموجودة في احكوا معي في البرين. أوكي؟ إذن هون ما رح يصير له فلتريشن هو رح يضله في البلازما رح يعمل لي هايبر إزمولر رح يضله في الارتريز رح يكون له سيركوليشن في المناطق اللي فيها ايديما وخاصة في العين فرح يعمل ينقل الماء من الاوتسايد اللي هي الانترا اكيولر تو ذا بلازما ويقلل تجمع السوائل هلا ممكن انا استخدمها طبعا في الفورس دايوريسيس احيانا في بعض الادوية التسمم في الادوية في شيء نستخدمه الفورس دايوريسيس وحكي رح نحكي عنها في اخر المحاضره الفورس دايوريسيس اللي بيستخدم في التريتمنت اوف دراج بويزنينج سبيشالي باربيتوريت هاي ليش الباربيتوريت بالذات طبعا هو بالنسبه للباربيتوريت مثلا ماده قاعديه ما بقدر استخدم لها شيء قاعدي لانه بتزيد الكلانيتي اوف ذا يورين فافضل يعني افضل دايوريسيس يستخدم للتخلص من الباربيتوريت هو الاوزموتيك ايجنتس طبعا هي طريقة الدوزز بس لا تشوفوا انه كيف بيعمل اكثر شيء اللي هو المانيتول والجليسيرول هم اكثر استخدام من ايزوسوربايد هلا ايزوسوربايد له شوية سايد افكت ثانية انه هو عم بيقلل الضغط وبيعمل فيز دايليشن هلا اكثر الاستخدام في حالة الاوزموتيك دايوريسيس اللي هم المانيتول والجليسيرول بيعطوها على شكل طبعا انفيوجن بتراوح الانفيوجن اللي هي بنسميها مش slow infusion من 30 دقيقة ل 90 دقيقة تقريبا وبيبلش اللي هي اليورين output طبعا بعد 90 دقيقة بيكون شغل هلا المانيتول واليوريا نقدر نعطيهم intravenously الجليسرين ممكن استخدم الجليسرين موجود على شكل orally preparation orally liquid يستخدم في بعض العمليات قبل الإجراء الأوبثالميك بروسيجر إذا بيعمل تشيك للأنجل for example to check glaucoma ممكن يستخدمه قبل العملية حتى يقلل من السوائل الموجودة في العين وبالتالي يقدر هو الدكتور يقيس الريفراكتيف اندكس فور اي او يقيس الانترا اوكيولار بريشر بشكل واضح حكينا الكورنيال ايديما وحكينا طيب شو المشاكل اللي عم بتصير شو الادفيرس يعني سايد افكت اذا الواحد استخدم مانيتول او اخذ اوفر دوز
ايش ممكن يعمل. هلا احنا اكثر شيء كان يطلع الووتر، الصوديوم ما تحركت، يعني لا قل لا زاد، يعني لا زاد ولا قل اخراج. اذا الان لما انا اخذ اوفر دوز اوف اوزموتيك ايجنت، فبتوقع انه رح يعمل ديهايدريشن، لانه انا طلعت معظم السوائل من جسمي. اذا الان رح يعمل ديهايدريشن، وبالتالي they look like that will be hyperosmolar in the plasma. لما انا اتخلص من السوائل بشكل كبير، انا ما طلع معي الصوديوم، يعني بيختلف عن الثيازايد. الثيازايد it will be water followed with sodium او sodium followed with water، لكن هون الصوديوم رح تضلها موجوده في البلازما لانه احنا ما اعتمدنا على انتقالها، وبالتالي رح يعمل شيء اسمه الهايبرناتريميا، حتى لو هو عباره عن apparent هايبرناتريميا، يعني هو ظاهري لانه قل حجم او البلازما فوليوم، فبالتالي الكونسنتريشن تبع الصوديوم يعتبر مرتفع بالنسبه لاي شخص الطبيعي. اذا فقط هاي هي السايد افكت. هلا ايش معنى نيفروجينيك او ديابيتس انسيبيدس؟ حكيتنا بالمحاضره الماضيه ان في عندي هرمون اسمه ال ADH هرمون that secreted from the posterior pituitary glands under regulation of hypothalamus. وهذا ال ADH it's anti diuretic هرمون بيشتغل على الاخر part من الديستال convoluted tubules and الهي collecting ducts. بتمنى هاي المعلومه تكون واضحه انه شو شغل anti diuretic هرمون. anti diuretic هرمون it's anti diuretic، يعني عكس اللي احنا بنشتغل عليه، عكس اللي بنشتغل عليه. إذا هو مش مدر، هو بيحتفظ بالسوائل، بيحتفظ فيها في وقت معين، في وقت مثلا إذا صار في عندي أنا جسمنا هايبر أزمولر، زاد تركيز الصوديوم والبوتاسيوم in the بلازما، أو واحد حاس بالعطش الشديد في thirsty center فبيصير stimulation of hypothalamus، أو واحد قلل الضغط فبيقلل البريفيرال الأفيرنت بلود فلو تو ذا رينال. إذا أنا هون عم بدي أنتي ديوريتيك هرمون it will be in response to certain change in our body. شو النت things يعني إيش معناه، هو شو بيشتغل، وين بيشتغل؟ هلا حكينا بيروح على الكوليكتيف دكت، فهو بيشتغل أكثر على الاحتفاظ بالصوديوم and اللي هي water. أكثر إشي كمان سوري الووتر أكثر، فهو بيمنع اللي هي خروج السوائل من الجسم. إذا نتيجة الأنتي ديوريتيك هرمون هو less urine output and this urine less urine output it will be look like this more concentrated. الآن لو صار في عندي defect in ADH ما عندي إفراز، defect هون معناها إما ما في عندي ADH أو الكيدني receptor resistant to this ADH. الـ ADH موجود بس ما بستجيب له. إذا defect in the kidney that make it unable to respond to ADH أو there is insufficiency، ما في عندي insufficiency of ADH، معنى ADH قل. إذا أنا صار عندي diuresis، صار في عندي أعراض إنه عنده polyuria، البوليديبسيا قاعد بيعمل ديهايدريشن، عم بيصير ديوريسيس. إذا هذا البيشنت رح يعاني من أعراض بتشبه الديابيتس اللي هو دائما بوليوريا بوليديبسيا، من هون أجى الاسم. إذا ديابيتس انسيبيدس اللي هو رح يعاني من ديفكت ان اي دي اتش سواء ريسبونس أو أقل كتركيز، وبالتالي رح يشتغل كديوريسيس، فبيعاني من بوليوريا بوليديبسيا. في بعض الأدوية ممكن تشتغل اللي هي ممكن تعمل هاي الحالة اللي هي مثلاً الأنتي فيرال ايجنت أو الليثيوم تأثر لي على الكدني وتعمل هاي الحالات، يعني ممكن يكون سايد افكت، وممكن يكون على فكرة جينيتيك ديزوردر، يعني ما الكدني ما عندها وبيعمل حالات. ندخل في هنا في إشي اسمه، يعني هو مترابط الموضوع اللي هي التبول اللا إرادي. فهلأ ممكن يصير الطفل يكبر و ويصير عنده يعاني من النوكتشنال النيوريسيز، وهي الحالات تبع الإيراد لأنه ما عم بيتحكم، ما في إشي يوقف هذا الديوريسيز. إذا أنا طبيعة المواد الموجودة في جسمي اسمها الأنتي ديوريتيك هرمون، أو بنسميها الاسم الثاني بيزو ريشن. طيب شو بالنسبة للفارماكولوجي؟ هلأ في عنا أدوية، مجموعتين من الأدوية، أدوية راح تشتغل على الـ ADH، it's increase the ADH أو it's mimic the ADH، يعني تشبه نفس التركيب للفيزوبريشن، it's analog،
وهاي راح تكون انتي ديوريتيك. وفي عندنا مواد راح تشتغل انتاغونست او انتاغونايز ذس اي دي اتش باي انتاغونايزنج ذا ريسبتور، ما تخليها ترتبط مع الريسبتور، وبالتالي انتي ديوريتيك مينينج ديوريسيس. المحاضره بدها دقه يا جماعه. هلا انا عندي نوعين من الادويه، مجموعه من الادويه اتس مايمك ذا سيم از اي دي اتش، مثل اللي الله خلقه الاي دي اتش الطبيعي، وهاي الادويه راح تكون انتي دايوريتك. اذا انتي دايوريتك راح نستخدمها في الحالات اللي عندهم ديفيشنسي ان اي دي اتش. طيب المجموعه الثانيه من الادويه انتاغونايز الاي دي اتش، يعني انتي دايوريتك، انتي دايوريتك يعني هم راح يشتغلوا ذا دايوريسيس، وراح نشوف متى راح يكون استخدامهم. اول شيء كمان قبل ما ابدا بالموضوع لازم نعرف وين بيشتغلوا البيزوبريشن. البيزوبريشن لهم 3 ريسبتورز. This vasopressin naturally we have 3 receptors in our body. واحد موجود اللي هي V1A موجود في البلاد فيسلز، ال V1B موجود في البرين، وال V2 موجود في الرينال في الكولكتنج داكت. طيب هلا المفروض ال ADH يرتبط مع هاي الريسبتورز، واحنا بنركز على الموجود اكثر في سواء البلاد فيسلز او في الرينال. طيب ال ADH طبيعه بياثر على ال permeability of water. اوكي ال permeability of water، you know that we have a specific channel for water، تعرفوها من زمان اللي اسمها aquaporin 2، and it make this aquaporin 2 اللي هي channel free channel to be incorporated و inserted inside the membrane the plasma membrane، فبيسمح بتنقل الماء. هلا انتي دايوريتيك هرمون راح يخلي الووتر يرجع through the collecting duct to the plasma، وبالتالي it will conserve the body water. اذا انتي دايوريتيك هرمون عم بيحافظ لي على السوائل وبيخليها موجوده في البلازما وبيمنع خروجها عن طريق الري ابزوربشن. ناس ليش اسميها ري ابزوربشن؟ لانه ري ابزوربشن لها لوب دايوريتيك، لكن ازيد انه انكريز ابزوربشن اوف ووتر عن طريق الاكوابوري. شوفوا هذا الدياجرام يمكن واضح مبدا عمل هذا الاي تي اتش. بنعتبر انه له ريسبتور، شايفين الاحمر هو عباره عن ريسبتور، راح يزيد السايكليك اي ام بي ويزيد الفوسفوريليشن فوسفوكاينيز انزيم، وبالتالي راح يخلي هذول الاكوابورين اللي شايفينهم 3 هون راح يخليهم انكوربوريتد انسايد اللي هي ذا بلازما ميمبرين، وبالتالي اللي هي انكريز انسرشن اوف ووتر انتو ذا بلازما ميمبرين تو ذا بلازما، فهو عم بيحتفظ الان بالسوائل. اذا الاي دي اتش له ريسبتور معينه اللي هي البي ريسبتورز الموجوده في كولكتنج داكت وفي اخر جزء من الديستال convoluted tubules، بس mainly هم يعني وجدوا أنها أكثر predominance تقريباً 90% في الكوليكتنج. إذن النت للADH work أو الميكانيزم of action will be more plasma volume and less urine output، هاي اللي هي الطبيعي. طيب أنا مثل ما حكيت لكم الفيزوبريشن طبيعة متى بتنفرز بجسمي أو أنا متى بحتاجها؟ إذا زاد عندي الأوزمولاريتي أوف بلازما، يعني زاد تركيز الصوديوم والإلكترولايت، وبالتالي بدي أنا سوائل أحتفظ فيها في البلازما حتى يخفف هاي الأوزمولاريتي، يعني بنعتبرها تخفيف. إذا كان عندي هايبر أوزمولاريتي اللي هي all the electrolyte increase the concentration increase in the plasma، أو قل اللي هي الارتيريال او يقلل البلاد بريشر بالنسبه لنا اللي هي هايبوفوليميا بنسميها، ناتجه عن هايبوفوليميا، قلل الستروك فوليوم فقلل البريشر، او نتيجه الانجيوتنسين 2، كلها بتحفز الاي دي اتش، بتحفز الاي دي اتش تو ستيميليت بيتيتوري جلاند اللي هي البوستيريور بيتيتوري جلاند تو سكريت ذيس فيزوبريشن. راح يروحوا على مكانين حكيت لكم همني انا V1 و V2 على الكدني اند بلاد فيسلز، ف على ال V1 راح يشتغلوا باسمها فيزوبريشن، اذا معناته فيزو كونستريكشن هم اكثر. 2 على الكدني راح يزيد البلاد فوليوم باي كونزيرفينج ذا ووتر، راح يصير انه يحتفظ بالسوائل وبالتالي راح يزيد اللي هي الارتيريال بلاد بريشر. اذا هذا فكرته. اذا هو نزول الضغط او هايبر اوزمولاريتي او سمباثيتك ستيميوليشن
وراح يحفز كمان اللي هي مراكز كمان الثيرستي سنتر تو درينك كمان. كله هاي من ضمن اللي هي الايب هايبر اوزمولاريتي، اللي هي في عندنا هايبر اوزمولاريتي ريسبتورز الموجوده في الهايبوثالامس، في عندنا ريسبتور معين بتحسس للصوديوم والاوزمولاريتي اوف ذا بلازما. اذا هذا الطبيعي. هل لو صار في عندي انا حاله اللي هي نقص، اللي هي زي احنا حكينا نيفروجينيك ديابيتس انسيبيدنس اللي هي نقص في الاي دي اتش، ايش راح يصير في عند البيشنت؟ يعني ايش نتخيل هذا البيشنت راح يعاني؟ طبعا البيشنت راح يعاني انه عنده اللي هي نقص في الاي دي اتش، يعني ما في عندي اي دي اتش، يعني انتي اي دي اتش، راح يصير دايوريسيس، راح يضلوا الماء دائما اليورين دائما ديليوتد، عنده بيخرج بشكل كبير. احنا حكينا ماء له علاقه بالصوديوم والالكترولايت ترانسبورتيشن، اذا هون راح يكون عنده بوليوريا، اذا البيشنت راح يكون عنده بوليوريا، وهذا اليوريا مخفف جدا مخفف جدا، اذا بكون لو كونسنتريشن اوف يورين اند هاي فوليوم، والبلازما راح يصير ليس فوليوم وهاي كونسنتريشن. اذا الان العلاج الامثل للنيفروجينيك ديابيتس انسيبيدس اني اعوضهم بهذا البيزو بريشن، اللي هو اعملهم سينثيتيك 1 اللي هي ديزمو بريشن، او النوع الثاني كمان موجود المجموعه الثانيه هو الانهانسر، بس انه المجموعه الاولى الديزمو بريشن. هلا مشكلتي بالديزمو بريشن انه هو اورالي ان اكتف، اذا مش مكتوب اكتبوها، اذا هو اورالي ان اكتف، فالديزمو بريشن ما بقدر اعطيه اورالي. شو كان الخيار؟ ممكن حكيناها سابقا في الدوزج فورم. ايش الخيار؟ انها تنعطى انترانيزل سبراي. رح تستغربوا ان هو انترانيزل سبراي. طبعا يستخدم للحالات حكينا لو اي دي اتش، معناته البيشنت عنده حاله مثل النيفروجينيك ديابيتس انسيبيدس، وبالتالي اليورين بيطلع معه لو كونسنتريشنز اند ديهايدريشن. النوكتيرنال انيوريسيس كمان اللي عندهم تبول الليلي، تبول اللا ارادي كمان هو يستخدم، او سجستد اتس وان اوف ذا بروتوكول تو تريت ذس نوكتيرنال انيوريسيس، وحكينا هو يستخدم انترانيزال سبراي ديسموبريشن. هلا وجدوا في 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 مرض اسمه الويلبرنت ديزيز، هو عنده نقص في كلوتينج فاكتور نمبر 8، ووجدوا انه البيزوبريشن له علاقه في زياده هذا الكلوتينج فاكتورز، فكان له في دراسات انه يمكن استخدامه تو تريت ويلبرنت ديزيز اللي هو عنده نقص في الكلوتينج فاكتور نمبر 8. في حالات السيبتيك شوك، ايش معنى كلمه سيبتيك شوك او معنى كلمه شوك؟ ايش معناها؟ excessive vasodilation the blood vessels، اللي هي دائما بيكون عندهم البلاد بريشر قليل جدا، البلاد بريشر قليل جدا، بيكون عندهم ديهايدريشن. فانا لما بستخدم الديسموبريشن او البيزوبريشن فهو بيشتغل از انتي دايوريتيك، يعني راح يحتفظ بالسوائل، فراح ينعش، يعني راح يزيد البلازما فوليوم، راح يزيد البلاد سبلاي، وراح يزيد الضغط لانه كمان فيزوبريشن راح يزيد الكونستريكشنز. اذا هون ممكن كبديل لبعض اللي هو النور ابينفرين، احنا ممكن نستخدم الادرينالين هون بهاي الحاله، ممكن كبديل استخدمه في السيبتيك شوك او الديهايدريشن شوك، لانه عندي البلازما فوليوم قليل جدا، هو عم بيحتفظ في السوائل اكثر، فبيعوض الديهايدريشن اللي صارت وبيزيد اللي هي البلاد بريشر. اذا ما في عندي كونتراديكشن، في بعض الدراسات اثبتت انه يمكن استخدامه كبديل، وقارنوا بينها وبين الادرينالين ك يعني بالنسبه من ناحيه الافكاسي. طبعا ما ننساش انه ممكن هو يرفع الضغط بشكل اكبر ويحتفظ ب حكينا يزيد الستروك فوليوم، فبالتالي المرضى اللي عندهم اصلا الضغط مرتفع، او اللي عندهم دائما كورونري ارتري ديزيز بروبلم او هارت بريفيوس هارت اتاك، تيك وذ كوجن ان ذيس انديفيديوال، لانه ممكن انه يزيد يرتفع عندهم الضغط ويعمل لي يزيد الهارت لود. انا ما بدي ازيد الهارت لود، اللي عندهم coronary artery problem need more oxygen، فأنا لما بيدفع ال volume of plasma this will need more oxygen demanding. انتوا بتذكروا بالcardiovascular كان
اعتمادنا بالكورونر ارتري لازم الهارت من الاكسجين ديماند ايكوال تو ذا اكسجين سبلاي. فانا لما برفع الفوليوم بزيد الفوليوم اوف بلازما ممكن انا احتاج مور هارت لود فمور اوكسجين ديماندنج. عنده كورونري ارتري بلوك او عنده جلطه فهذا الشيء ممكن يعمل لي سكند اتاك. اذا ننتبه بهذا كوجن ان بيشنت وذ كارديوفاسكولار ديزيز. هلا ممكن انا بعض الادويه طبعا هذا الشيء الانهانسر اوف اي دي اتش هو مش انالوج مش شيء مصنع يشبه الاي دي اتش. وجدوا انه هذول الادويه وراح تلاحظوا انهم مثل اسيتامينوفين اللي هو باراستامول البنادول الاندوميثاسين من نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري كلوفايبريت من مجموعه يا جماعه فور هايبرليبيديميا كلوروبروباميد من مجموعه الديابيتس. اذا ادويه مشتته أدوية مشتتة لكن هاي الأدوية تتشابه إنها they can enhance the ADH secretion. طبعاً الميكانيزم اللي كانت مفترضة يعني هذا الإشي إننا نحكي عنه دراسات لا كاستخدام يعني طبيعة ممكن أستخدمها في ال patients in diabetes. يعني إذا واحد patient with diabetes عنده بيعاني دائماً إنه عنده دياليسيس حتى لو هو بياخد العلاج كانت هدول المجموعات إنهم يقللوا يعني البولي يوريا اللي بيعاني منها والبولي ديبسيا اللي بيعاني منها مريض الديابيتس. فهي مساعد ما في إلها يعني استخدام كفي حالة الديابيتس إنسيبيدنس إنه أقدر أستخدمها لا يعتمد عليها لكن تعمل إنهانسمنت كانت بتعدل أو بتحسن الأعراض الديابيتس الموجودة تمام؟ سواء كانت انهانسر يعني سنترالي اكتنج يعني زي الكلوفايبريت كلوفايبريت مجموعه الفايبريت وجدوا انها بتزيد الريليز اوف اي دي اتش سنترالي ان ذا برين فروم بيتيوتري جلاند. هلا هي الميكانيزم لسه مش واضحه هل هو بيحفز الهايبوثالموس ولا البيتيوتري ولا ايش بيعمل. اذا هو وجدوا انه بيزيد الاي دي اتش كونسنتريشن مع استخدام الكلوفايبريت فبالتالي بيشتغل از انتي ديوريتيك. او الميكانيزم الثاني كانت مفترضه احنا بنعرف كل النانسيد بيشتغلوا على البروكر البروستاجلاندين ان كيدني فوجدوا انها كمان لها علاقه بالانهانسمنت اوف اي دي اتش اكشن سواء انه بيزيد الريسبونس للاي دي اتش ممكن على الكيدني مباشره فبيزيد الاستجابه للاي دي اتش. فهذول المجموعه بنعتبر عنها ابلكيشن تبعها قليل جدا. هلا ناخذ العكس تماما ايش اذا انا بدي اعمل الـ ADH antagonist الـ ADH antagonist. هلا في بعض الحالات المرضية اللي اسمها syndrome of inappropriate الـ ADH أو SI-ADH اللي هو بيكون مثلا عندي عندي كانسر في المنطقة الـ pituitary gland والأدينوما in pituitary gland فبيزيد السكريشن للـ ADH. إذن هاي الحالة إنه أنا عندي زيادة الـ ADH. هلا الـ patients اللي عنده زيادة في الـ ADH ايش رح يعاني؟ انتوا بتتوقعوا ايش رح يعاني؟ hypoglycemia and hyponatremia. هلا اول شيء زيادة الـ ADH يعني anti diuretic معناته كل الفوليوم والووتر رح تضلها في البلازما. المحاضرة قلت لكم دقيقة بتخربط اذا ما كنتم مركزين. هلا anti diuretic هرمون زيادته يعني انتي ديوريتيك يعني الفوليوم كله كل الووتر راح تضلها ب البلازما. هلا it look like hypervolemia راح يصير عنده hypervolemia بزيد الفوليوم او الستروك فوليوم او البلازما. طيب زاد السوائل في البلازما it look like that it will dilute the plasma راح يصير hyponatremia. ليش hyponatremia؟ هي لانه زاد حجم السائل زادت حجم السوائل فرح يظهر كأنه خفف فرح ما يقيس نسبة الكونسنتريشن هي نسبة كونسنتريشن الصوديوم الموجودة في البلازما رح تكون أقل من الطبيعي فرح يعمل هايبو ناتريمي. إذن عشان أعالج هاي الحالات طبعاً لازم أستخدم شيء يعمل لي بلوك فكان أكثر تارجت لأنه هو الريسبتور. نتذكر في عندي V1A ريسبتور V2 ريسبتورز وطلعوا مجموعة أول مرة ممكن بمر عليكم اسمها الفابتانز مجموعة الفابتانز مجموعة الفابتانز أول ما واحد كان عندي الكوني فابتان
كان ميكس يشتغل على البلاد فيسلز على البي 1 وعلى البي 2 بلوكر، وطلعوا لي بعدين اخر شيء اللي هي التولفا البابتانز اللي كان سيلكتيف تو في 2 ريسبتورز ان ذا كيدني. اذا هم فقط دوين الكوني بابتان والتولفا بابتان كان سيلكتيف في 1 بيستهدفوا الفي 1 والفي 2 ريسبتورز سواء ان ذا بلاد فيسلز او in the kidney. فكان يستخدم في حالة الـ SIADH معنى inappropriate هون إنه زيادة مش inappropriate معناته أقل. إذن هو زيادة إفراز الـ ADH فبدي أنا أعمل لهم اللي هو البلوكينج. المجموعة الرابعة إنه هو بيشتغل indirectly okay antagonistic to ADH وبالتالي بيشتغل indirectly لعلاج اللي هي الـ inappropriate syndrome of antidiuretic hormone. طيب هلا هاي الحاله ما راح اعمل بلوكينج للريسبتورز يا جماعه، ديموكليسايكلين والليثيوم كربونات بيقللوا الافكت. بتتذكروا الليثيوم حكينا ممكن يعمل لي انسيبيدس دايابيتس، دايابيتس انسيبيدس، لانه هو بيقلل الاستجابة أو السنسيتيفيتي of this receptor to ADH. ما بيعمل بلوك، يعني هو مش لوك أند كي، مش قفل ومفتاح، هو بيخلي هدول الريسبتورز ما يستجيبوا لل ADH كأنه إشيء مش موجود. إذن هو يعني الانتاغونيستيك بكتر indirectly، ما بيشتغل على الريسبتور بشكل directly، ونفس الشيء يستخدم للسوبيل. إذن هيك بنكون كملنا الحالات الـ ADH اللي هم سواء الزيادة أو النقصان. نرجع نحكي عن الثيازايد ديوريتك بطريقه مختلفه. هل الثيازايد له استخدامات اخرى غير انه اللي بنتعارف عليه؟ في بعض طبعا هاي الثيازايد ديوريتكس كانت عباره، هذا السلايد ماخوذ من بحث من ارتكلز مش من اللي هي ريفرنس بوك. هلا اخر دراسات على الثيازايد ولازم انتم تشاركوا هاي المعلومه، انه كان له استخدام في بعض سوري في بعض الانسيبيدس او البوليوريا البوليديبسيا زي الانسيبيدس او نيفروجينيك ديابيتس انسيبيدس، ما كانت تستجيب لما بعطيهم الاي دي اتش او كانوا عندهم عدم استجابه ولسه ضل عندهم حالات الديفيشنسي الى الاي دي اتش، يعني عندهم البوليوريا وعندهم البوليديبسيا. فكان استخدام في بعض الدراسات كان الثيازايد عباره عن بارادوكسيال بينيفيشال افكت، يعني كان في رايين، هل انه الثيازايد راح يحسن الوضع ولا راح يزيد الموضوع سوء؟ يعني انت لما تيجي تتخيل ليش بدي اعطي دايوريسيس لواحد عنده اصلا دايوريسيس، يعني انتي دايوريتيك هرمون مش موجود، فاصلا البيشنت عم بيعاني من البوليوريا، طيب ليش عم بستخدم؟ اذا في اول ما كانت الفكره كانت غلط، يعني هو مبدئيا غلط، لكن وجدوا انه مع الكلينيكال بشرح لكم بشكل عام، بعد استخدام الثيازايد احنا بنعرف انه الثيازايد بيعتمد على الري ابزوربشن اوف صوديوم، فانهبيتر صوديوم ري ابزوربشن كان يعمل اليورين مور كونسنتريتد مور كونسنتريتد، وهذا اللي انا بدي اياه. انه انا كان مشكلتنا بالديفيشنسي ان اي دي اتش ذات ذا يورين از فيري ديلوتد، الاوريون اوتبوت عالي جدا، وبالتالي بيحتفظ بالصوديوم بيضله في البلازما ويعمل هايبر اوزمولاريتي. اذا استخدام الثيازايد هنا، تذكروا لما حكيت لكم بالكارديوفاسكولار انه الثيازايد راح يشتغل كديوريسيس في اول شهر فقط، راح يحس البيشنت انه في يورين اوتبوت، لكن هو فعليا بيشتغل على الصوديوم، فبنسميهم اللي هي ناتريوريتيك. ناتريوريتيك يعني هو بيزيد الصوديوم سكريشن، يعني هو مدير للصوديوم وليس مدير للبول، اذا اسمه ناتريوريتيك. فكانت الفكره انه انا اتخلص من الصوديوم الموجود في البلازما، وبالتالي يصير اليورين صحيح الفوليوم يقل شوي لكنه كثير مور كونسنتريتد. اذا من هون استخدام ايثيازايد اتس نوت رونج، فبالتالي له استخدام في حالات الديفيشنسي اوف اي دي اتش. المجموعات اليوريكوز يوريك ايجنت، بتلاحظوا انه المحاضره عباره عن اكثر من هدف. هلا اليوريكوز يوريك ايجنت اكيد اخذتوها بالماسو سكيليتال انها تستخدم للجاوت، وهنا لازم نحكي عنها، نحكي عن دواء مهم جدا اسمه البروبنسيد لانه بيشتغل على الكدني. لما نحكي يوريكوزيوريك agents, these agents that increase secretion of uric acid. وإحنا بنعرف الجاوت تقسم لقسمين، overproduction of gout أكيد أخذتوها،
والأندر سكريشن أوف جاوت، يعني مرضى الجاوت ما بعالجهم بنفس الطريقة، وبديش أفوت لهاي لأنه ما راح نخلص. هلا بشكل عام البيشنتس اللي عندهم أندر سكريشن، يعني عندهم مشكلة اليوريك أسيد موجود لكن it's not secreted properly in the kidney، فلازم أستخدم لهم إشي يحفز إخراجه، يحفز إخراجه. البروبانسيد هو دواء بيشتغل على الكيدني فبيزيد السكريشن والإليمينيشن of uric acid. هلا لازم نعرف إنه طبعا الميكانيزم لإله في ريسبتور معينة اسمه اليوريت ترانسبورت بروتين. فكان الفكرة إنه البروبانسيد يعني مش بلوك لكن decrease the reabsorption of uric acid by inhibiting this transport، يعني هو بيعمل inhibiting the هذا transport. طبعا هذا الإشي راح يخلي بيزيد اليوريت secretion وبيقلل اليوريك أسيد concentration in البلازما. هلا البروبانسيد من الأدوية اللي بتتعارض مع الأدوية اللي راح ناخدهم بكرة اللي بينفرزوا أصلا بالكدني. يعني لما أعطي البروبانسيد مع الميثوتريكسيت، الميثوتريكسيت معروف إنه narrow therapeutic index it will inhibit the secretion of methotrexate، فبالتالي بيزيد يعني بيحتفظ بالميثوتريكسيت. يعني البروبانسيد والميثوتريكسيت والإندوميثاسين وبعض الأدوية الويك أسيد بتنافسوا على نفس الشانل، بتنافسوا على نفس الترانسبورتر، فهم بينتقلوا كويك أسيد ترانسبورتر. البروبانسيد دائما هو اللي بفضل إنه يطلع، يعني هو كدواء الآن بده يخرج عن طريق الكدني وهو ويك أسيد. إذا كان بيتعارض مع مجموعة من الأدوية، من الأدوية الميثوتريكسيت كان يعمل لي مشكلة إنه هو البروبنسيد رح يصير له سكريشن in the kidney to the urine، ورح يضل الميثوتريكسيت موجود في البلازما لأنه في كومبيتيشن بيناتهم على نفس الشانل. إذا رح يوصل الميثوتريكسيت كان يصل معانا للمرحلة التوكسيستي. هلا هاي النقطة استفدنا منها بالفارما، كل شيء سيء ممكن نحوله لشيء إيجابي، إنه لو أنا استخدمت البروبنسيد مع البنسلين، معروف إنه البنسلين في بعض الحالات المرضية ما بدي أستخدم أموكسيسيلين، ما بدي البنسلين لأنه هو for staphylococcus aureus مثلاً for example prevention of endocarditis فبدي البنسلين. لكن أنا البنسلين عندي مشكلة هاف لايف إله من 4 إلى 6 ساعات، إذا بحتاج لجرعات كثيرة حتى يظلوا البرولونج أكشن. فكان من الثيرابيوتيك ليوز ولسه موجودة هاي في البروتوكولات إني أعطي البروبنسيد مع البنسلين، وبالتالي this decreases secretion of penicillin in the urine، ونعرف إنه البنسلين من implemented in the urine so it prolongs its action، وهي تستخدم ثيرابيوتيكلي. أنا ما بحكي عن فرضية، أنا بحكي عن شيء تطبيق ثيرابيوتيكلي، we use it in prevention of endocarditis، لحتى اللي أنتوا بتعرفوا الإندوكارديتس علاجه والوقاية منه هو بالجرام بوزيتيف انتيبايوتكس تارجتد اللي هم البنسلين. اذا قد يكون له سيء السايد سوري دراج دراج انتر اكشن سيئه مع الادويه اللي بتطلع اليمينيتد ان ذا كيدني اند ذي هاف نارو ثيرابيوتيك اندكس مثل الميثوتريكسيت بشكل خاص، وممكن يكون له ايجابيه في حاله انه اي وانت تو برولونج ذيس اكشن، اي وانت تو بريفنت اتس اليمينيشن فروم ذا كيدني مثل وضعيته مع البنسلين. نيفروليثياسيس، اوكي احنا بنعرف انه نيفروليثياسيس هو عباره عن تكون اللي هي الرينال ستونز، والرينال ستونز معظمها الموجوده في الكدني اما بتتكون من كالسيوم فوسفيت او كالسيوم اوكساليت، اذا بتعتمد اكثر على الكالسيوم. طبعا المشكله كمان بتكون اساسا في كلمه كالسيوم هو العامل المشترك، اذا كان عندهم مشكله هذول البيشنت في الكالسيوم بأبزوربشن وبيخلي الهايبر كالسيوريا، يعني عندهم مشكلة في الكالسيوم ريأبزوربشن، مشكلتهم في الكالسيوم بأبزوربشن. معظم الكالسيوم كان يطلع في اليورين ويكون هذا اللي هي الستونز. طبعا أثناء التيبيولز، أنا ما بحكي الآن في الأوت، يعني في التيبيولز في داخل الكدني. الآن تتذكروا أول مجموعة هو مجموعة الثيازايد، وحكينا إنه الثيازايد بيشتغل على صوديوم كلورايد شانيل، لكن في آخر خطوة في كانت الكالسيوم تدخل لجوا وكان increase الكالسيوم absorption and decrease، خلينا أقول مركزة decrease excretion. إذن هو كان في الآخر خطوة لأنه في فرق في electrical voltage in the membrane، كان الكالسيوم يدخل في المرحلة الأخيرة. طبعاً هو هذا من شغل الثيازايد لأنه صار في عندي electrical
voltage disturbances، يعني من الجهة هاي ما في صوديوم، فبالتالي الصوديوم ما دخل راح يدخل مكانه الكالسيوم، إذا هو راح يحتفظ بالكالسيوم. إذا شو راح يعمل لي بالبلازما؟ انتبهوا يا جماعة، هايبر كالسيميا وهايبو كالسيوريا، إذا هو راح يقلل إخراج الكالسيوم في اليورين. فحكينا إحنا من استخدامات الثيازايد يستخدم to reduce the urinary calcium concentration to decrease the calcium stones. إذا هاي من استخدامات اللي هي الثيازايد. إذا علاج اللي هي حصوة الكلى اللي هي الثيازايد اللي هي دايوريتك، يستخدمها لأكثر من فترة لحتى يقلل من تكوينها، يعني not for also treatment also for preventions. إذا الثيازايد يعتبر من الأدوية اللي تطبق عمليا وبتقلل تكوين recurrent اللي هي أو recurrent formations of stone، واللي كان أكثر مجموعة طبعا بعض الدراسات إنه اللي هم الأكثر ثلاث أدوية كانوا الهيدروكلوروثيازايد والكلوروثريدون والإندبامايد، هم من أكثر الأدوية اللي تستخدم لتقليل this calcium stones. طبعا تذكروا أنه كمان في دواء ثاني اسمه الألوبيورينول. الألوبيورينول يا جماعة يستخدم mainly for gout، والجاوت نفس الفكرة، هو الجاوتري هو عبارة عن ستون بتتكون بداخل مثلاً السينوفيال فلويدز إن ذني. إذا هو نفس الفكرة، هي عبارة عن أوكزاليت بيحول اليوريك أسيدز تو اليوريت أوكزاليت، وهذا الستونز مش الستونز، هو عبارة عن سولت وراح يتكون في السينوفيال فلويد الموجودة في الجوينت، يعني هو عبارة عن أملاح تتكون وفي داخل السينوفيال فلويد، فبيصير عندي جسمي ردة فعل إنه inflammatory reaction I want to act، يعني اللي هي our immune system react against this. فالألوبيرينول كمان بيقلل، يعني اللي هو براس إنه كمان بيقلل الريسك of this calcium stones especially in patients with hyperuricemia أو high uric acid. إذا علاجنا الأساسي هو ثيازايد، وممكن أستخدم حكينا إيش الألوبيرينول. طيب شو بالنسبة للوب ديوريتك؟ شو بالنسبة لللوب ديوريتيك؟ اللوب ديوريتيك كونترا انديكيشن يا جماعة، ما بيصير استخدم اللوب ديوريتيك عم بزيد الكالسيوم سيكريشن ان رينال. حكينا بالبلازما بيعمل هايبوكالسيميا، هايبوماغنيسيميا، هايبوكاليميا، هايبوناتريميا، لكن في الرينال عم بزيد. اذا اللوب ديوريتيك بيزيد الريسك اوف كالسيوم ستون، فما بنقدر نستخدمه في العلاج. هاي الفكرة الثانية، هايبركالسيميا، patient دخل الإميرجنسي، هي this is a medical emergency، بيعاني من أرثمية، عنده ارتفاع في الكالسيوم أكثر من 5.5 ملي مايكرومول per liter، فبالتالي أنا عنده حالة ارتفاع في الكالسيوم في البلازما، سواء عنده مشاكل في الغدة الباراثيرويد هرمون أو ثيرويد هرمون، أو كان عنده مشكلة في الكيدني فيلر، لأنه long term كيدني فيلر تعمل هايبركالسيميا. Whatever the cause، إذا البيشنت عنده هايبركالسيميا، إذا إيش لازم أستخدم؟ إشي يقلل الكالسيوم إن بلازما ويزيد باليورين. إذا هون بيجي دور اللوب ديوريتيك. إذا اللوب ديوريتيك it's the most effective in promoting calcium diuresis، فهو نعتبره calcium diuresis، يستخدم في الإميرجنسي لازكس، مش بس هو يعني diuresis هنا، لأنه هو بيتخلص من مين؟ من الكالسيوم. طيب هلا لما انا بعطيه في الامرجنسي، ننتبه لنقطه، ممكن يعمل ديستربنسز ان صوديوم اند بوتاسيوم. فمبدا الفكره بالثيرابيوتيك بنحط، احنا كنا نحط نورمال سالاين، هلا هي فكره اللي اسمها الفورس دايوريسيس، ان لازم نحط نورمال سالاين. ليش النورمال سالاين؟ لاني انا ما بدي اقلل الهايبوناتريميا او حتى البوتاسيوم، ممكن every two ممكن I add potassium to this normal saline أو I can add to the second bottle، يعني البطل الأولى تكون normal saline، البطل الثانية يكون مضاف إليها البوتاسيوم. أنا ما بدي أعمل disturbances in sodium and potassium. اللوب ديوريتيك بيعمل hyponatremia و hypokalemia، لكن أنا بدي أستهدف الهايبركالسيميا. فالفكرة أنه نضيف الدواء الفروسيمايد، رح يصير له injected
intravenously inside the normal saline. رح نحط الدواء مع النورمال سالين، نعمل له infusion at the low rate of infusion، والتالي رح يزيد اليورين output. وأكثر شيء طبعا اليورين output رح يكون مش كثير، لكن رح يكون concentrated with calcium. وأنا عشان ليش حطينا إحنا normal saline to prevent the hypovolemia and to prevent the hyponatremia and hypokalemia. ممكن أضيف له البوتاسيوم to this loop diuretic. هي آخر فكرة بالمحاضرة اللي هي forced diuresis. Forced diuresis الابليكيشن إلها كثير مهم في الإمرجنسي، لما تكون إن شاء الله تفوتوا على الإمرجنسي وتشوفوا بعض الحالات المرضية، أنا ممكن أستخدم forced alkaline diuresis، forced acid diuresis أو forced with glucose diuresis. معنى كلمة forced diuresis إشي إجباري، يعني أنا بدي أزيد اليورين output by using diuretic and fluid. إذا أنا هون بدي أضيف مع الديوريسيس مثل هلأ استخدامنا السابق، هلأ هون نقدر نعتبره إن هو forced diuresis. إذا forced diuresis بدي أتخلص من الكالسيوم. إذا هو عبارة عن enhancement بستخدمه متى؟ في حالة ال overdose toxicity أو بدي أتخلص من إلكترولايت معين. يعني واحد تسمم بالكلور، واحد تسمم في عنده زيادة كالسيوم، أو تسمم overdoses of acidic drug أو basic drug. إذا الforced diuresis بيعتمد على استخدام one of the diuresis with a solution with fluid. طبعا الأول نوع اللي هي الforced alkaline diuresis، نتذكر إنه حكينا إنه في آخر مرحلة في الكدني الأسيد الدراجز راح تطلع، والأسيد حتى تطلع وتصير polar water soluble it must be unionized. والأسيد لايك أسيد إيش معناها؟ إنه الأسيد بيحب يضله non-ionized in acid، لكنه بيصير له ionization in basic. إذا مركزين معي، إذا لو أعطي سلسلات واحد أخذ overdose من something فيه sulfonamide سلسلات أسبرين، وبنعرف إنه معظم الأدوية هي عبارة عن weak acid. لو نجينا على الأدوية بنلاقي 99 ممكن 95% weak acid و5% فقط اللي هي weak basic. فالآن إذا أنا زدت الـ pH، زدت الـ عملت infusion with normal saline وضفت له sodium bicarbonate، وبالتالي this with diuresis هذا الإشي رح يزيد الـ alkalinity of what of urine، فرح يحول الـ this weak acid to non-ionized ورح يعملها forced diuresis. إذا الاستخدام هالأكثر للتسمم في المواد اللي هي الـ pH لها، مثلا إذا الألكالين إذا بدها تكون للمواد الحامضية أو الـ weak acid مثل السلسلات الفينوباربيتال، مثل اللي هي الليثيوم، كمان الليثيوم سلسلات عشان ما أنسى واحد فينوباربيتال، هذول weak acid فهي استخدامها. واحد أخذ جرعة عالية، نعرف إنه الليثيوم يستخدم لا أخذت سي إن إس، الليثيوم يستخدم ل جنون العظمات. يس باي بولر ديزيز اللي هو بنسميها المانيا، ممكن المانيا والباي بولر. باي بولر اللي بيكون احيانا منتعش واحيانا عنده ديبريشن، اللي هي الباي بولر والمانيا استخدامه اكثر. الليثيوم على فكره نارو ثيرابيوتيك اندكس، وبتعرفوا انه نيد مونيتورينج، وإذا أخذته كمان إنه الليثيوم توكسيسيتي إتس فيري ليثل. ففي حالة إنه أخذ جرعة زايدة أو صار في عنده بلش بالهاليسينيشن، بلش بالسايد إفكت أوف ليثيوم توكسيسيتي، من أعراض الليثيوم توكسيسيتي حكينا بتأثر على الكدني وبتعمل نيفرو توكسيسيتي، من أعراضها إنها بتقلل الريسبونس للـ ADH، فبتعمل بوليوريا وبوليديبسيا اللي هي بتشبه سودو ديابيتس انسيبيدس. اليوم كله حكيناه وربطناهم مع بعض. إذا الآن التسمم في مادة مثل المادة الحمضية أو we need alkaline diuresis to secrete it very rapid ومع استخدام الفروسيمايد. هلأ الفكرة العكس كمان صحيح، I can use it اللي هي الالكالين، ممكن نستخدم كمان اللي هي acidification، يعني ممكن أستخدم acid diuresis للمادة اللي فيها أو للoverdoses of toxic drugs that are basic drugs. هلأ في استخدام اللي بدي أستخدم الأسيديك ديوريسيس مادة قاعدية بتعتمد على NaHCl اللي هي أمونيوم كلورايد، ممكن أستخدمها
أو المواد اللي هي بتكون حمضية أكثر، اللي هي بتقلل الـ pH of the urine. طبعا هذا كل الأشياء بتذكروا من الجنرال فارماكولوجي، إنه دائما أنا المادة هاي اللي بدي أخليها تعمل ديوريسيس لازم بالفورس ديوريسيس لازم بعتمد أكثر أنا في على جلوموريوس فلتريشن ريت. يعني المادة هاي التوكسيك اللي أنا بدي أتخلص منها، مش معقول مثلا أجي بدي أتخلص من مادة توكسيك ويك أسيد وهي أصلا not secreted renally. وين المنطق؟ إذا المادة بصيرها ليفر ميتابوليزم أو not secreted in the urine, I cannot depend on alkaline diuresis حتى لو المادة حمضية. إذا في شروط عندي للمادة اللي أنا بتسمم فيها. أول شيء إنه low protein binding، إنه المولكيولار ويتس إنها قليل، الفوليوم اوف ديستريبيوشن قليل فبتطلع أكثر في اليورين، وبالتالي كل ما كان الفوليوم اوف ديستريبيوشن أكثر فمعناته هي موجودة في يعني تسمم في مادة انتشرت أصلا وتراحت للتيشو وقل وإفرازها موجودة بقل كميتها موجودة في اليورين. فإذا بدي أستخدمها لللارج فوليوم اوف ديستريبيوشن دراج، بعرف انه الفوليوم ديستريبيوشن اوف الدراج ذس از ذا ابيرنت اكثر من 20 30 لتر، ذس از حكينا له معنى، يعني الرقم هذا له معنى بالفارما، مش معناته انه فعلا 20 لتر او انا ما عنديش غير 5 لتر. لكن كل ما كان الفوليوم ديستريبيوشن المادي اكثر، ذس از نوت افيلبل ان ذا بلازما فور فلتريشن، معناته انا لو بدي استخدم الديوريسيس مش منطق، ذير از نوت هيلبفول، ما في لها اي يوزفول افكت اني استخدم الديوريسيس. اذا لازم اكون عارف الماده ايش مثلا اللي راح استخدم لها، اللي هي يعني ايش الماده هاي، هل هي بتطلع بالكدني اصلا لو مولكيولر ويت، وهي البروتوكولات يعني ما خلت كل شيء صار مصنف اذا هاي الماده اوفر دوز ايش الانتيدوت لها، هل الفورس ديوريسيس بنفعلها او لا. طبعا ممكن انا طبعا هاي هي البروتوكول، ممكن اضيف احيانا ديكستروز اوكي مع الصوديوم بيكربونات في الالكالاين ديوريسيس، وهنا الأرقام مش مهم بس نعرف البروتوكول بشكل عام، إنه طبعاً إحنا دائماً في الألكالين ديوريسيس إنه نرفع البي أتش، إحنا البي أتش لليورين 7 بوينت، اليورين أصلاً أسيد فبدي أرفع البي أتش لإله تقريباً لتمانية 8.5. بتوقع أني هيك كملت الأهداف الرئيسية من المحاضرة، بتمنى تكون واضحة. مش عارفة إنه مع رمضان الواحد عن جد مش عارف يحكي. في أي سؤال على المحاضرة؟ تأخرت عليكم أنا معلش 10 دقائق. إذن أنا المحاضرة هاي بتكون أكتر تركيزنا على الإنسيبيدس، ديبيتس إنسيبيدس، على الـ ADH أنالوج متى أجونست متى أنتاجونست، على الفورست ديوريسيز، الهايبر كالسيميا، واليورين ستون اللي هي نيفروليثياسيس. إذا ما في سؤال، المحاضرة الماضية على أي سؤال عليها؟ واضح بالنسبة للثيازايد بيختلف عن اللوب ديوريتيك بالنسبة للكالسيوم. تمام، إذا ما فيش أي سؤال يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله بكرة على خير، بكرة على الساعة 9 بإذن الله. يلا سلام عليكم.